ما حكيت قدام سوزان خانم، بس زوجته العاكف بيك حاولت تدعس سوزان خانم. نبهات خانم؟ ايه، في مشكلة كبيرة بيناتهم. أنا متوقع شو هي، بس مالي حابب اتدخل يعني. بالنهاية هذا الموضوع خاص. برافو عليك يا أخي. بركي صابك شي وهن عم يتحاربوا مع بعض. بس والله حلال عليك يا ابني، برافو عليك. بعد الوساخة اللي ساوتها المرة بحقك انت عم تردلها إياها بالإحسان، والله حلال عليك. الله يرحمك يا أخي على هالترباية. هي الترباية. أي وساخة يا عمي؟ انتو عن شو عم تحكوا؟ اليوم وقعتني سوزان خانم على تعهد بالشركة. تعهد على شو أخي؟ فكرت أني رح ساوي تحليل دي ان اي وطالب بحقي من أملاكها وأموالها، وخلتني وقع تعهد. عن جد شو هالوسخني هاي؟ هدول شو مفكريننا يا عمي؟ خلص لك ابني بلا ما تعصب. كل اللي صار من تحت راس شي نقول، سوزان خانم ما ساوت شي من دون سبب. ومرت عمي شو إلها علاقة بهالشي؟ ببساطة مرت عمي راحت وهددت سوزان خانم وقالت لها إذا ما بتعطي حقه رح نرفع قضية عليكي. مو معقول هالشي، كل مشاكلنا عم تطلع من تحت راس مرت عمي. لا تواخذني بس زودتها. لا ابني معك حق باللي عم تحكي، أنا ماني مزعوج. نحن تخانقنا وأخذت غراضة وانقلعت من البيت. شو يلي عم تقوله عمي؟ لوين راحت؟ على جهنم يلي تحرقها. راحت على بيت نبهات خانم، إن شاء الله بتضل عندهم لتموت. عائشة. ألو. مرحبا عمر، شو عم بتساوي؟ ولا شي، أنا بالبيت. عائشة أنت كيفك؟ أنا منيحة. داخلي قلت بتمشى على الكورنيش، شو رأيك تجي لعندي؟ ايه موافق. يلا جاي لعندك. لا تطول. ايه أكيد. أخي بتسمح لي روح مشوار صغير؟ شو القصة سيد عمر؟ تعافت إيدك يعني؟ أنا بخير لا تاكلهم. ماشي. ابني انت لوين رايح بهذا الوقت؟ عائشة بدها تشوفني. مين عائشة؟ البنت اللي ضليت ببيتها؟ ايه؟ زابطين شعراتي؟ مناح اخي، رفعون شوي. يلا بشوفكن. يا عيني شو صار له هاد؟ بس اتصلت عائشة فورا راح بسرعة ولا كأنه كان موجوع. يلا تفضلوا كلوا كلوا عمي. عن جد كأنك عم تحكي لي شي فيلم يا عمر. عم تقولها بكل بساطة أنه ضربتك سيارة وكان ممكن أنك تموت أو يصير لك شي. إيه هي هي حياتي، ما فيها شي جديد، ما في أي شي حلو بحياة عمر أبدا، فلا تحاولي. عن جد عمر ما في بحياتك ولا شي حلو؟ بصراحة لا. برأيي في، بس أنت ما عم بتشوفه. ممكن تطلع قدامك شوي؟ عندك حبيبة مثل الوردة ما بتكفي؟ قلتي حبيبة؟ هلأ أنتي حبيبتي؟ عن جد عم تحكي؟ معك حق تستغرب، لسه ما عرضت عليك هذا الشي مو هيك؟ معناتها اسمعني سيد عمر، لو سمحت ممكن تكون حبيبي؟ ايه موافق يا خان. صير حبيبك للأبد. ايه كتير منيح. شفت؟ هلأ صار بحياتك شغلات ممكن تسعدك. ايه والله صار. بوجن دندن iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.